صباح الخير وصباح السعادة مرة ثانية لكل الناس اللي انضمت لحضور حلقتنا اليوم من برنامج صباحات سودانية. شكرا جدا يا شيخون على الإحساس الجميل وعلى محبتك للوطن اللي هي أكيد ظاهرة في كل كلماتك وفي إحساسك الجميل. أكيد كل الناس اللي هي عانت يعني من القمع اللي كان حاصل طيلة أيام الحراك الثوري، الناس دي كان جواها جمال ما عادي، الناس كانت بتحاول إن هي تتجه إن هي كيف تخدم بلدها بطريقة تانية. عارف لما يكون في مجموعة من الذكريات بتذكرك بآلام مثلاً، في نفس الوقت بتخليك إنك تتذكر مواقف مضحكة، في نفس الوقت بتخليك تتذكر إنك أنت انتصرتها وإنك أنت وصلتها وحققتها. قد تتخيل ممكن تكون في مجموعة من الشباب المبدع جداً اللي هو أخذ كل العبوات الفارغة اللي كان في بومبان لرصاص لكده وياخدها بيعمل بيها مجسم عشان ما يفيد أهالي منطقته. يعني ده زول جدا مبدع صراحه، يعني شكرا جدا مهندس سفيان على الفكره الرائعه، على انه رغم الاحزان ورغم الالام دائما بيكون في جوانب ممكن ناخذها مصادر حق الطاقه ومصادر حق امل ونقدر تماما نعبر بها لقدام. جميل جدا انت تكون فكرت برضه في مشروع خدمي او مشروع دار خدمي للجان مقاومه البراري. تحيه اكيد لاسد البراري، وتحية لكل الناس اللي هي صبرت وحققت وانتصرت، فشكرا جدا على الفكرة الرائعة، وده يمكن واحد من المشاريع اللي إن شاء الله هترى النور عما قريب وتماما حتتحقق، وإحنا أكيد دارين نعرف ده كله معك في فقرتنا. سعيدة جدا بوجودك معنا مهندس سفيان بكري أحمد مهندس تصميم داخلي. صباح الخير وصباح السعادة عليك. السلام عليكم، صباح الخير أستاذة تسنيم رابح، جمعة مباركة عليك كمان. أهلاً عليك، تبارك أديك الصحة العافية إن شاء الله. في البداية خلونا أشكر أسرة قناة السودانية 24 على الاستضافة الجميلة، وبهدي المشروع لكل شهداء أسر شهداء الثورة السودانية ومع الجمعة واليوم المبارك ده ندعي لهم بالرحمة والمغفرة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. كذب مهندس سفيان، عايزة أخذ معك في البداية نتعرف على المشروع. أنا يمكن تكلمتها بطريقة بالصورة اللي أنا شايفها بإحساسي البسيطة، لكن أنت بتتكلم عن فكرة كانت جواك يمكن لسنين، وتتكلم عن إحساس عبرت به بكل حاجة ممكن تكون جواك من إحساس الكر والفر وكل التفاصيل دي، وأنت خدت ده كل بجنب. ما عايزين نذكر أحزان، ما عايزين نسعل، عايزين نتبسط، وإحنا هودي في خطوة أولى. حلو إن إحنا ننمي، حلو إحنا نعمر، حلو إحنا نبني تجاه وطننا السودان. فكده أخذ معك فكرة عامة عن المشروع. والله الفكرة يعني بدأت صراحة من 2019 تحديداً كده تمت إجازة المشروع من قبل اللجنة، والحمد لله يعني كانت البداية الحقيقية بتاريخ 15/11/2019. فبقيت بجمع في المعلومات وفي الداتا، والحمد لله يعني ربنا وفقني فيها إن شاء الله. الحمد لله. صراحة يعني ما حقول إن هي كانت حاجة سهلة، يعني كان في معاناة، ما معاناة في السهر بتاع الرسم أو كذا أو كذا، يعني إحساس إنك أنت كنت عايش الواقع من بداية الحراك. فالثورة عندنا في بري بالتحديد يعني ما كانت السنة الفاتت ولا قبل الفاتت، من 2012 يعني الناس دي بتغاوم. فالحاجة دي أنا كنت حابب إنه أنا أعمل لها توثيق، فمش على الورق بس، يعني حتى في البحث بتاعي ذاته قدرت انه انا اصل للحاجه دي، والحمد لله يعني ربنا وفقني فيها. حلو. طب انت يمكن دي مجموعه من الاهداف اللي هي ذكرتها، يمكن تكون اهداف شخصيه، انت عايز تخدم منطقتك، عايز تستغل وتستفاد من كل كان زمان بحاجه هي مفيده وتبقى تطبق على ارض الواقع. شنو الحاجه للمشروع؟ يعني لو تكلمنا عن فكره بتاع الدار خدمي دي لجان مقاومه البراري، وهل الحاجة دي هتخدم بس منطقة البراري ولا مناطق الحولة، ولا ممكن نشوفه كمان مشروع متقسم على كل المناطق؟ والله هو هسه حالياً هو على كل المناطق. حلو. ما محصور على بري فقط. يا سلام. تمام عليك. هو كانت الفكرة في البداية إنه هو يكون عام لكل ولاية السودان، فيكون في ربط بيناتهم بسيستم معين. فصراحة يلا بس ناقين كان في عصر شوية كده في جمع الداتا في البحث بتاع كده، فكل اللي انا قدرت اعمله يعني عصرت من معلومات من اصحابي. أيوة. من لجان المقاومه،
فالحمد لله قدرت انه دخلت الحاجة دي في القالب التصميمي صح الهندسي. انا عايزه اقول لك ان انت ناس بتصمم بمجسمات عاديه، لكن انت فكرت حتى بطريقه مبدعه واتجهت لانه بس شفتوا علب البومبان دي احنا هناخدها وتكون هي دي المجسم. فبجد حقيقي شكرا جدا على الفكره. دي فيها على فكره رساله عظيمه ورساله جدا عميقه. انا عايزه، طب انت بتحتاجوا دائما لمؤشره صح؟ تفضل. عندي خلفيه هندسيه شوي فعايزه اخذ معك تشرح لنا يعني حتى لو كان بدايات وتفاصيل وترتيبات طيب. عشان هذه نقدر نتخيلها معك في ارض الواقع طيب. هتتم كيف؟ اوكي طيب نقول بسم الله ونبدا ان شاء الله بالطابق الارضي. بصراحه يعني كان زي ما احنا شايفين في معالجه بسيطه تمت في المدخل، فانا الشخص اللي من يجيني خش الدار لازم افصل من المجال اللي هو جاي فيه علشان انه هيخش مجال جديد. اوكي. فالحاجه دي انا عملتها ستيب 15 سنتيمتر عشان افصل، يساعدني في الفصل اوتوماتيك. المدخل بتاعي كان هو مترجم في شكل ترس. وفي نفس الوقت المعالجه تمت برضه في المدخل ذاته في الارضيه بتاعته اللي هي احجار الجرانيت البسيطه. على اساس انه ادي مؤشر انه فعلا انك انت داخل العياده. السوار زمان في العياده لو كان بتتذكري في الصباح الباكر كان بيقولوا صباح الخير صباح الخير. انا قدرت حققت من اللي هي الورده السودانيه ثلاث صباح الخير. اوكي. جبتها وعملتها هنا في المدخل. ايوه ايوه ايوه. وانك انت جاي داخل دلالات بتلقاها على يدك اليسار، فبتدي برضه مؤشر اساس انك انت فعلا خاش العياده. في الكنداكة رفقة لها مني كل التقدير والاحترام. هي كان بيشارك في المواكب، فعندها طبعا هي انا بعتبرها ايقونة من قناة الثورة، فكانت بتشيل علبة البومبان وبترجعها. فانا عملت لها تمثال في الاندسكيب الخارجي على اساس انه يعني دي حاجة ما سهلة، حاجة عظيمة. فكان في برضه واحدة من المعالجات انه عندنا هنا في بري الحبوبات الكبار بيكونوا عندهم مناسبة مع الشباب مع اخواننا الصغار، بتكون في شكل رسالة توعوية انك انت اذا حصل كده تعمل كده بتاع وما شابه ذلك. برضو عملت لهم شكل مظلة خارجية، لانه طبعا اكيد الحبوبات السلالم والبتاع والحياة دي برضو من ضمن المعالجات. حتى اتجهت للجوانب الاجتماعية، دي حاجة نادر ما هي أيوة. واحد يلتفت عليها لما يجي يعمل مثلا مشروع. فحتى في المشروع بتاعي ذاته يعني من واحدة من الجوانب الاجتماعية يعني في مكتبة هي بتخدم الحي وبتخدم المجتمع، ويعني ممكن يجي زوار من الخارج، يعني ما شرط بس اللي ناس بري، لا في المكتبة برضو في جزء بالغراض الصامتة، يعني برضو ازحت فيها أقرب للمركز الثقافي بالضبط كذا اللي افتح عليك. فالهتافات الثورة برضو موصلة فيها، سواء كان انك انت جاي خاش المكتبة ممكن تشيلها بفلاش أيوة من مزول المكتبة. في النوع اللي بيحب انه هو يقعد يمسك الكتاب ويقرأ أيوة. برضو أمامنا الكبار برضو الحاجة دي برضو أنا حققتها تمام. في نفس الوقت هي اوت دور، انا حاولت انه انا اقلبها اندور. وفي نفس الوقت التمست اللي هو شارع الكلينيك ده، اظن ده الشارع الوحيد اللي هو كان انه هو ف يعني بتلقى انه الشباب بيقعدوا بيتصفحوا وما شابه ذلك. فقدرت انا استلهمت من الكتاب واحده بتاعت طباعة برضه، عملت ربط بين الارفف بالشجره. وفي نفس الوقت احساس ان هم قاعدين يقروا فعلا هم في شارع الكلينيك. صح. ثاني عندي طيب ده هنا الاستقبال تمام، احساس انك انت بتيجي داخل هنا في الكاونتر بتلقاه عندي النفق، قدرت حققت منه جداريه تكون خلفيه. صراحه يعني أنا اخترت النفق يعني عنده رمزية فلسفية عالية جدا جدا. فعندنا في التصميم الداخلي الخطوط الرأسية بتاعنا عن الجدية عن حاجات كثيرة عن الرسمية. فأنا لما أخش مؤسسة يعني زي ما بقول لك أنا السودانيين الجواب باين من عنوان
فانا لما اصل الكاونتر واشوف شكل الاستقبال وكذا فاكيد الاشاره حتجيني تمام. فبرضو عندي هنا في عملت لي ركن هو بتاع اكسسوارات علب البومبان انا عملت يعني قدرت استلهم منها واحده بتاعت اضاءه ايوه جوفتها وخطيت فيها اللمبات الزنن وين هي اللمبات هي اوكي ايوه ففي عباره عندنا احنا كسوار بيقول لك لن ننسى ولن نغفر قدرت انا كررتها 3 مرات عشان تكون للتاكيد فطبعا التذكير ايوه والتذكير فطبعا اللي بيغفر هو رب العالمين لكن انا يعني ما اعرف اقول لك شنو صراحه لكن كان في الم كان في غمة بجد يعني حتى على اهالينا في بري يعني الحاجه دي ما يعني ما كله كبير وصغير صراحه عاني اي بيت في بري يعني انا بعض مرات بكون قاعد شغال برسم بسمع صوت الكوره بطلع برا بلقى المواكب بتاع احساس انه انا ماشي الجامعه برضه عندي اصحابي يعني في دفعتي ربنا يديهم الصحه والعافيه برضه يعني كنا مجموعه كده الحراك الثوري ده قدرنا دخلنا لحد الجامعه فبرضه يعني الحمد لله. ومع ذلك ان انت برضه خدت انت قلت في الم انا دايما بحاول انه كل ما نتذكر حاجه مؤلمه نحولها دايما لجانب ايجابي زي ما انت هسه عملت انت هسه يمكن كنت كل خط انت بتعمله بيسوق معك ذكريات بيسوق معك حنين واو ويمكن دي براها قادره تعبر عن محبه وبقاء كل الشهداء اللي هم ضحوا عشان ما احنا نعيش في السودان ده بطريقه سليمه وبطريقه صح انت خليتهم برضو بصحة ودي برضو تذكير برضو لانه حقكم راجع وكل حاجه هتكون زي ما انتوا حلمتوا زي ما انتوا طلعتوا زي ما انتوا ضحيتوا ان شاء الله. فدي كافيه هي دي صراحه يعني انا ده اول انظر بلديه فالفلسفه بتاعتي هو اعتمدت على التوزيع اوكي تمام. عندي عندنا الشهيد الاستاذ احمد الخير طبعا الاستاذ هو المربي هو القائد هو اللي بينتج الثمره الجميله الحلوه المذاق تمام. فهم يعني قتلوا عمنا معاويه خلاص واحساس انه بفلسفه ثانيه احساس انه هم قتلوا الكبير وقتلوا الصغير وقتلوا المهندس وقتلوا الدكتور حتى النواه اتحصلوا عليها وقدروا يعني وقتلوها تمام. قدرت انا المعاليات التصميميه تمت هنا فحاولت اميز نطاق العرض بالخط الاخضر طبعا معروفه الفلسفه بتاعته والرمزيه بتاعته اوكي برضو جاي العرض طبعا الشهداء شهداء الثوره السودانيه كتار جدا جدا حاولت انه انا افصل او يكون عندي نوعين من العرض عرض اوتوماتيك وعرض مانوال في معالجة برضو هنا تمت في حدوث الإضاءة إحساس إنه يعني الإضاءة ما تكون مؤشر ما يعني موجهة لي على الصورة بس تكون حتى موجهة لي على البيانات بتاعت الشهيد من تاريخ الاستشهاد الاسم منا توثيق أيوه. برضو المعاليات تمت خلونا نقول أبونا الأستاذ أحمد الخير أديته اللي هو البركة إحساس بالفخامة اللي هو الخشب إحساس بالفخامة عشان نقدر نديه مكانته فرحمة ونور تنزل عليهم إن شاء الله يا رب. كيف برضه عملت حاجة مختلفة في الاستقبال أخذت الطابع السوداني يعني البنابير الطبق الفانوس في حاجات السودانية ملامح السمحة شديدة فهو ده هي صالة بتاعت استقبال الزوار تمام. قدرت يعني استخدم حياتنا البسيطة السودانية عندنا هنا في جنوب غرب السودان اللي هو عندنا قدح الضيفان معروف الفلسفية بتاعته تمام. وعندنا طبعا الطبق حباباتنا زمان بغتبه وهسه حاليا ما ظنيت انه هو موجود بصورة انا قاعد نفس الذات في الدار لما انا بطلع صوانيها بتغطي صوانيها أيوة بالطبق ده بتطلع ايوه فبرضه دخلت الاهرامات السودانيه تعبر عن السياحة فبرضو خلونا يعني صراحة أنا بحترم الشخصية دي
شديد جدا جدا اللي هي شجن كانت في الصباح الباكر ايوه بتجي على القياده احساس انها هي بتكون شايله لافته بتصب على السوار ايوه بتديهم طاقه ايجابيه كبيره جدا تمام. جدا تمام ايوه فمعليش برضو حبيت انه انا اربط بين الطراز الحديث والطراز التقليدي فما شرط انه هو يكون كله تقليدي ممكن يكون في دمج بيناتهم افكار متجدده بالضبط كده بالضبط كده عشان يكون في نوع من الحداثه يكون في نوع من التغيير وما شابه ذلك ممتاز ممتاز الله يوفقك يا رب دائما لك انت ولكل الشباب كده اللي هم دائما بيحاولوا يعملوا في حاجه مختلفه ده شنو طيب دي يعني انت ممنوع لمسه انا عارفه والله اوكي دي اداه القمه انا قدرت اتحصل عليها فعملت لها شكل حاجه بسيطه كده مسقره ف انت قريت الرساله دي ولا شيء؟ اي لن ننسى ولن نغفر بالضبط كده وممنوع اللمس برضه احنا جوانا حاجات كثيره انت زي ما ذكرت صراحه يعني كان معروض في الجامعه لفتره طويله ف يعني برضو من هنا بوصل تحية وتقدير واحترام كبير جدا جدا لأساتذتي في الجامعة على رأسهم الأستاذة وفاء هي اللي كانت المشرف الأول على هذا المشروع لها كل من التقدير والاحترام والأستاذ الماحي خلونا نقول أخونا الكبير لأنه بجد يعني الدعم اللي أنا لقيته منهم دعم كبير جدا جدا والأستاذة شزة هسه حاليا في المملكة العربية السعودية فربنا يديها الصحة والعافية إن شاء الله الله يعافيهم تحية لكل إنسان هو بيدعم وبيقيف مع الناس ودائما بيحاول إنه يقدم حاجة مختلفة يعني سفيان إحنا شفنا معك مشروع يمكن على ورق الآن فكرته جاهزة وكل حاجة وجاهز إنه هو يطبق الكلام ده كله عشان شكرا الكلام ده كله عشان هو يقوم يطبق وعشان ما يوصل المطلوب شنو من خلال ميزانية مطلوبة ممكن تكون أكيد أنت درست المشروع ممكن يكلف حوالي كم عشان ما نشوفه على أرض الواقع إحنا بنتكلم عن فكرة أو جانب بتاع تصميم داخلي أيقونات بسيطة ممكن تقوم تتعامل هتخلي جوانا أكيد مناحي بتاع الجمال وذكريات وأمل عشان ما نواصل يوم بكرة والله صراحة هسه طبعا يعني كل الشعب السوداني مشغول بالكورونا ربنا يرفع البلاء إن شاء الله أيوة صراحة كان في فكرة بتاعت عرض في المنطقة ذاتها في بوري بالتحديد فلكن الأوضاع حاليا ما بتسمح للحاجة دي وأنا ذات يعني صراحة وقفت من شغل المواقع لي فترة كده لكن إن شاء الله إذا في أي لحظة يعني شباب المنطقة وافقوا على إنه هو يتنفذ أنا ما عندي مشكلة بل إنه يعني بالعكس دي حاجة أنا يعني أبسط حاجة إنه أنا أقدمها لمنطقتي خلينا ارجع لورا حبه كده يعني عطبره وبري انا مولود في عطبره طبعا اوكي ايوه عطبره وبري انا بعتبرهم هم يعني خلينا اقول امي وابوي يعني في ذكريات جميله جدا بالذات السكه حديد حي المورده القلعه في حاجات يعني سودانية هي برات تلقاها انها هي بتجذبك عليها بتخليك انك انت تشتغل ليها بتخليك انك انت تبدع فإن شاء الله ربنا يوفقنا إن شاء الله إن شاء الله أنا عايز أديك مساحة أخيرة ممكن تكون رسالة لكل الناس اللي بتتابعنا الآن ونخص بها الشباب السوداني والله في الفترة الأخيرة دي يعني بقى في وعي كبير جدا جدا في شريحة الشباب يعني أنا بتمنى إنه أي زول عنده حاجة عاوز يقدمها أو فكرة عاوز يعني يطورها فياريت إنه هو ما يتردد أو ما يخاف صراحة يعني في حاجات كثيرة أفكار بتاع هنا فكر أنت في الجانب الإيجابي والجانب الجانب السلبي حاول عالج اللي بتعالج واستفيد منه برضه يا سلام يا سلام أيوة إن شاء الله أطلق العنان لأفكارك المبدعة بك صح وعيش باختلاف وعيش بتميز شكرا جدا مهندس سفيان بكري
مهندس تصميم داخلي، وعرضت معانا مشروع دار خدمي لي لجان مقاومة البراري، وزي ما ذكرنا أنه ممكن يكون حتى يتنفذ على أماكن تانية طالما هو بيخدم جانب خاص بالثقافة وجانب خاص بأنه الاجتماعيات والتواصل، ودي حاجة جدا حتى تواصل الأجيال اللي ذكرتها في قاعدة الحبابة مع الجيل الحالي. شكرا جدا يا سفيان، وإن شاء الله رب موفق وكل المساحات اللي قدام تكون مليانة بأمل وبإشراق. شكرا إن شاء الله، الله يكرمك يا رب بكل خير. شكرا جزيلا.